اكو بعد بس عندي ملاحظه صغيره حتى قبل ما تنتقل. زين. ما يتعلق باعاده المباراه لمنتخبنا الوطني، انا اشوف هنالك يعني حالتين. احنا جمهورنا مدى توصله، احنا المباراه انتهت فعليا، بعد المباراه انتهت اكو اعتراض واكو احتجاج. احنا من كنا نطالب اتحاد كره القدم ما نطالبه بان يعترض حقيقه، والحديث اللي صار ايضا مو اعتراض، يعني حتى اللي كان يتحدث به هو مو اعتراض. يجب ان يكون هنالك احتجاج، الاحتجاج الى تبعات، هاي التبعات ممكن انه تفيدك بالمستقبل، انه انت اليوم قدمت احتجاج على هذا الحكم. للاسف احنا لا شفنا اعتراض ولا شفنا احتجاج، لان اليوم اتحاد كره القدم اذا قدم اعتراض كان على الاقل كاعلام باتحاد كره القدم ان يتم نشره على اعتبار انه احنا قدمنا مو هيك يعني لو مخترع يعني يوصلوا فكره للجمهور، احنا الجمهور مو بالفعل يشوف. للاسف يعني الناس خلينا نقول القنوات المواليه لاتحاد كره القدم او بعض، للاسف انا اقول بعض الذيول اللي يتحدثون بهذا الامر، كان يجب ان يشوفك. يعني انت ليش تريد بتشوفني انه انا اكو اعتراض من اتحاد كره القدم؟ يعني ليش تضحكون على الناس البسطاء؟ اتحاد كره القدم راح يسوي لا، ماكو احتراف. كان اتحاد كره القدم يكتفي باحتجاج، وهذا الاحتجاج يقوله انه انا اللي صار اليوم هذا غير صحيح.